رانديفو اليوم موعد مع كارلا مطر لايف كوتش وصاحبة اي كويت سموكينج. كان لازم ضيفك قهوة ما لحقت، بس انا اخذ القهوة بس بلا سيجارة. يلا انا سبقتك على بالشاي. طيب بلا سيجارة يعني مش ضروري. هيدا الناس يعني عادة هي اول شيء انه فنجان القهوة بده سيجارة، بس كرمال فنجان القهوة السيجارة كله حق على فنجان القهوة. ليكي بتعرفي على كل حال انه في علاقة كثير قوية بين السيجارة والكافيين. الشخص لما يوقف الدخان لوحده جسمه بصير يطلب كمية اقل من الكافيين. دونك في لها افانتاج على ناحيتين. بونجور. كيفك؟ منيحة. نحن بنحكي طبعا عن السيجارة، عن قد ايه الواحد يعني قادر انه يوقف السيجارة او مش قادر انه يوقف السيجارة، لانه بنعرف انه هي فيها نوع من الادمان يعني شيء طبيعي، ولكن كانه ادمان قادر الواحد يتخلص منه يعني. ليكي الادمان اساسي يعني، واليوم صارت معروفة لأنه مش من زمان كتير للثمانينات أقروا أنه النيكوتين بيعمل إدمان قوي، والإدمان تبعه كتير أقوى، حتى أقوى من الكوكايين هذيك المرة حكينا عنه، من ناحية السرعة يلي الشخص بيتعلق فيها والكمية يلي كل فترة بحاجة أنه يقدر يخدها حتى يكون مرتاح. بس أكيد الإدمان موجود، بس أكيد كمان في له حلول للإدمان. يعني جسدياً الشخص بيصير متعود على النيكوتين، وفي طريقة شوي شوي بيقدر يتخلص فيها، مثل ما الآي كويت سموكينج اللي نحن العلاجات اللي منقدمها. نحن منقدم علاج آي كويت سموكينج، في كمان شركات تانية عندهم غير أنواع علاجات كله بينفع للأشخاص اللي بياخدوا حابين ياخدوا القرار تبعهم. هلأ المشكلة الأساسية هي ليش الواحد ما بيوقف الدخان، لأنه مع مين ما بتحكي بيعرف انه الدخان بضر، بيأثر على كل اعضاء جسمنا، سبب اساسي للامراض، دونك كل الناس بتعرف هيدا الشيء، بس اللي ما بيوقفوا شو برايك كاتيا؟ انا بقول في عده عوامل، كل واحد عنده ظروفه وعنده حياته بيتعامل معها، بس اذا بدك في ثلاث أسباب، أنا بقسمهم على ثلاث أسباب أساسية ليش الواحد ما بيوقف الدخان. مثل حيلا قرار بالحياة اللي عنا، يعني هول الأسباب هلا يلي رح أقولهم رح تلاقيهم إنه بينطبقوا على الأشخاص يلي ما بيشتغلوا مزبوط، يلي ما بيلتزموا بعلاقاتهم، يلي عندهم حيلا مشاكل رح تلاقي إنه كثير بيلتقوا. أول سبب بعتقد هو الخوف من الفشل. خوف انه يجربوا ما يقدروا يتخلصوا الخوف من الفشل، انه انا كيف بدي اوقف الدخان؟ ما بقدر اوقف الدخان، بينظروا لنفسهم على اساس ما عندهم الاستعداد الكامل، على اساس ما عندهم القوه اللي كامله اللي عندهم اياها، ومنخاف. شو بيعملوا؟ لانه اكيد كثير من المدخنين اليوم عم بيسمعونا بيعرفوا انه عندهم هذا الواقع، دونك شو لازم يعملوا؟ اول شيء كلنا بنطلع على الاكسبيرينس تبعيتنا. الاشخاص اللي جربوا يوقفوا الدخان وفشلوا لازم يعرفوا انه توقيف التدخين مثل عمليه التمثيل. الممثل لما بده يطلع على المسرح اول مره بجرب ما بيطلع منيح، ثاني مره مش منيح، ثالث مره بصير كثير منيح او بيحيى على شيء ثاني. المحاوله الثانيه على طول احسن من المحاوله الاولى، ضروري يعرفها. عاده الاشخاص كمان بياخذوا بيتمثلوا بالصور اللي بشوفوهم، يعني بالحياة اللي حواليهم، بلاقوا شخص جرب يوقف الدخان وما قدر وصعبة، بيقولوا إذا هو ما بيقدر يعني أنا كمان ما بقدر، دونك هيدي لازم يتطلعوا فيها، يتطلعوا على الأشياء الحلوة، لأنه في ناس ما وقفوا الدخان، بس في ألوف من الأشخاص قدر. وقفوا الدخان وبنجاح تاني. أغلبية على إذا مش كلهم، أغلبية اللي بيدخنوا عندهم بلان يوقفوا. Exactly. يعني عندهم بلان براسهم بس بعد ما نفذوا. ليش ما عم ننفذوا؟ لانه اول ايتاب خايفين منها. دونك للي خايفين كمان انا بقول لهم لازم يعرفوا انه في شيء بيساعدهم، لانه كلنا بنخاف بمحل معين، بس اذا بتحس انه في حدا بيقدر يمسك لك ايدك وياخذك ويرافقك ويساعدك بتخف كثير نسبه الخوف يلي عندك. يعني هي الطريقه منها انه هينه 100%، هي طريقة بتنمشى بس بدها مرافقة يعني. إذا بدك من 20-30 سنة كانوا الأشخاص مجبورين يوقفوا لحالهم. اليوم مع المساعدات اللي موجودة في عندك 70% من المشاكل اللي بيعانوا منها فيها تكون عم بتخف بالتريتمنت اللي عندهم. يعني انا بعرف من الاشخاص اللي بيجوا لعنا اكيد من رفقهم، قلت لك نحن بنشيل المشكله الجسديه اللي عندهم اياها، يعني بنشيل العاده والادمان على النيكوتين، ومن رفقهم كمان نفسيا بمعالجه نفسيه، خاصه انه في المجتمع اللي حولهم كمان يلي رح يكون اوقات مزعج.
أكيد. أنه وقفت، لأ ما وقفت، لأ ما قدرت توقف، مبلا شفتك عم بتدخن سيجارة، بصير يضحكوا عليهم أو هني ما بيشجعوا، أو ما بيكونوا حتى إيه هيدي قصة. يعني إذا كان، لأنه عادة بيكون في مجتمع مدخن، بيكون المدخنين عندهم هيك كلونات لحالهم، فإذا واحد بده يوقف الثاني بلكي ما يخليه. مشان هيك الأشخاص اللي بيجوا لعنا بقول لهم ضروري تخبروا أصحابكم وأهلكم والناس اللي حواليكم أنكم موقفين الدخان، والأصحاب ملتزمين مع الناس اللي حواليهم. يعني ما فينا نحب صاحبنا وما فينا نحب، يعني أنا ما بفهم إنه ست تكون متزوجة جوزها موقف الدخان على بكرة الصبح تأخذ السيجارة وتقعد معه. لا، في التزام، في مشاركة، في مساعدة، بس هيدا كمان المدخن لازم يسمح لحاله إنه يطلبها هيدي المساعدة. عم شوف الصور. هول النقاط. خليني أحكيك كلمتين عن I quit smoking، لأنه الأشخاص اللي عم بيطلعوا عم بيحضروا تيعرفوا أنه في مساعدة مثل اللي عم نشتغلها اليوم مع الام تي في. اليوم الام تي في كل الموظفين تبعولا بيقدروا يتعالجوا مع I quit smoking ويطلبوا التريتمنت I quit smoking، لأنه الام تي في مقدمت لهم هذا العلاج معنا. دونك هذا اللي كنا عم نشوفه هو السنتر تبعنا يلي بنعمله مثل ما قلنا هذيك المره، بنعطي مثل ذبذبات كهربائيه على مستوى الدينه، ومن جلسه واحده الشخص بيقدر يوقف الدخان. اضافه لهالشيء بنساعده نفسيا بتيبس، بمعاونه، بنعلمه كيف لازم يوقف، كيف لازم يفكر، كيف لازم يقشع حاله. دونك مشان هيك كنت عم بقول لك بالخوف من الفشل، شخص اذا بيعرف انه في عنده مساعده ان كان اي كود سموكينج ولا وسائل ثانيه لتوقيف التدخين، انا بشجع الكل يقدروا ياخذوها، لانه هذا بخلي لهم حافز اقوى انه ايه نحن فينا نكون موجودين، بخلي الطريق مقطره، يعني عارف حاله الواحد. وانا في اشياء لانه بعرف يلي بده ياخذها اكزاكتلي، وانا بعرف كثير اشخاص من يلي وقفوا الدخان لحالهم بخبرونا على الاكسبيرينس تبعيتهم، كيف كانوا يقضوا اسابيع طويله من وجع الرفش والازعاج ويحسوا حالهم مش مرتاحين. شيء يلمي واحد اذا بيتعالج ما بيقطع فيها، بلكي اذا بدل ما يقطع بالشهر بيقطع بنهار، بيقطع بنهار ونص، بس في فرق كثير. منها التريتمنت يلي بيكون بالدينه، التريتمنت اللي نحن بنعمله باي كويت سموكينج. مثل ما قلت لك اي كويت سموكينج هي كمان نحن اخذين بارت من فرانشايزنج نتورك، من شركه عالميه موجوده ب 35 بلد. عم بحكيك عن اي كود سموكينج، بس في كثير مستمعين عم بسمعونا كمان يعرفوا انه في وسائل ثانيه لمساعده للدخان. انا بعرف انه وسيلتنا من الاحسن الوسائل، لانه صار لي سنين عم بشتغل مع مدخنين. بس يعني شو اهم شيء؟ اهم شيء يكون مقتنع انه لازم يوقف الدخان. اهم شيء انه بده يوقف الشخص الدخان. ما بده يوقف الدخان شو ما عملت معه، ما في يوقف الدخان. مشان هيك اوقات بيجي لعنا اشخاص، الستات بيكونوا اخذين معيدين لزوجهم، بيجي الجوز يعني ابدا، يعني كيف واحد جررتيه لعندك حتى يوصل بهالحاله. انا في محلات قلت له مالي ما لح اعمل العلاج، لانه بعرف انه ما عنده استعداد. سو الاستعداد الاساسي كنا حكينا عن اذا بدك عن الفشل، الخوف من الفشل، بس في اسباب ثانيه كمان الشخص ما بتخليه ياخذ القرار. ونحن هون عم نحكي حتى نخلي الاشخاص المدخنين يلي موقفين بمحل معين، حاطين فريمات بمحل معين، يتشجعوا. ثاني نقطه انا يلي بقشعها هي المماطله، لانه في كثير ناس مثل ما كنت عم بتقولي اخذين القرار انه بدهم يوقفوا، بس اليوم وبكرة وجمعة الجاي وأول السنة، وما بيجي لا أول السنة ولا بيجي التنين، مثل الدايت اكزاكتلي. مثل الدايت اكزاكتلي. دونك بهالحالة شو لازم ينعمل، لأنه بدنا نعطيهم حلول حتى يتخطوا هذا الموضوع. أول شيء يطلعوا على حالهم ويحددوا وقت. إذا كانوا كتير عندهم حسوا الموتيفاسيون، أنا في يقلهم أنه حيالله وقت الواحد بياخد القرار تبعه هو is the right time. يعني في ناس بقول لك صار لي 30 سنة عم بدخن هلأ بدي وقف؟ أكيد، لأنه إذا واحد وقف على 30 سنة أحسن بكتير من ما يوقف على 31 سنة. عطول الوقت يلي بيجي واحد بياخد قرار فيه هو القرار اللي مناسب لإله. أكيد موضوع كتير مهم نرجع نحكي فيه كمان مرة تاني. المهم أنه القرار لكان يكون اتاخد، واللي حول الشخص ما يكونوا عم يقفوا بطريقه كان. شكرا لك ولوجودك معنا كارلا، وكمان نحن رح نتابع، نحن يكون لايف بعد البريك بنكون مع كوكينج.